مدحوينها مرايكانكا جوبيلان ايا كودواقي السياسات عصب وكو سابسان مهاجرين تاما بسوه قلو تيغا دالكا سيكونول سيدالة شاكي قرشها عصب حكومة دا مدحوينة بيدن اي ميل ماريسي وحكا فايدة ايسان دونين كبادن نس مليون غف وسيب بلا شرعية اغنولا دالكا مرايكانكا وريكتدون مدحوينة بيدن وصحيح سلاسة دي شرعي ايا وو قولان ايسا عروت بلا شرعية والد كو شرعية هايستان يلا ما نحيس قبا اميد كمدو شرعية هايستو ايو ودي بادتك سيدا قرصودية كسو قليق بدها دالك مرايكنكا اكون ولا مدك بادن طبانسونو انها قاتان ديگنه شاها رسميا ادالك مرايكنكا وحانو وريكتد عصوية مدحوينة بيدن وميل مريا اي ساسي كل شيء شروط عدقو مركي هوري لوغا باحناين بوحيان دادك ايغو شرعيقا دالبانايا امدادا كنوالا قدها مرايكنكا بس كرياتي مكوا حلو ايغيا ومدادا كنوالا قدها مرايكنكا قفكو تاسو اهينو بوحيو وغيران تواصل ندود arintan waxay fursad weyn u tahay dad badan oo muddo ku noolaa Mareykanka kuwaas oo aan haysanin deganaanshaha rasmiga ah ee Mareykanka waxana dadkaas oo ay ka kala yimid afaha dunida kamida dad Soomaaliyeed sidoo kale talaabadan uu qaaday madaxweyne Biden ayaa ku soo beegmaysa xilli dalka Mareykanka looga diyaar garoobay doorashada madaxtooyada taasoo la filayo inay ku loolamaan madaxweyne hadda talada haya iyo madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo isagu si weyn uga soo horjeeda dadka soo galootiga muddadii uu dalkaasi hoggaaminayayna isagu dad badan كما استفريه قد حوضن كمرايكن كا كواسوها بلا شرعي اسماعيل عبد الحسن صاب تي في ما شاء الله سودو وادا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي كو دياريسي اديق انترنت كا اي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقو لهين وقوشي وايشا بلك تيدا انتو سو قد لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ووراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز كاقا يقوب تاد الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كاقابن 121